مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي واستكمالا لبرنامج الأهلي الليلة وحوار عن الألعاب الأخرى. ودايما قبل نجيب عندنا هنا كل الأخبار عن الفرق الأخرى أو الألعاب الأخرى، إذا كانت هاندبول، طايرة، باسكت، تنس طاولة، كل الألعاب، السباحة، كل الألعاب هنا بتكون أخبارها. النهاردة عندنا أخبار كتير، أخبار فيها حاجات كتيرة. كسبنا الحمد لله في البطولة العربية تنس طاولة وحرزنا المركز الأول وفزنا على نادي الزمالك 3-0. اللي هنجيب كابتن اشرف فتاح من هناك وعشان نبارك له ونبارك لكل فريق التنس طاوله ونبارك لكل جمهور النادي الاهلي النهارده على احراز بطوله جديده واضافه بطوله جديده للنادي الاهلي. معانا النهارده حد مهم جدا، ضيف عزيز عليا انا شخصيا، لان فعلا قطاع مهم في النادي دائما وابدا قطاع الناشئين او الناشئات هو اهم قطاع بالنسبه للنادي الاهلي. ليه؟ عشان هو ده اللي بيغذي المراحل الكبيره او بيغذي الفرق الكبيره في النادي الاهلي باللاعبين او اللاعبات اللي احنا محتاجينهم. هنروح النهارده مع لقاء مع دكتوره هاله زكي، رئيسه جهاز الناشئات، كره اليد الناشئات بالنادي الاهلي، وهي احد ابرز نجوم كره اليد في العصر القديم، يعني من زمان، لكن هنعمل معاها حوار النهارده ونشوف مستقبل كره اليد الناشئات في النادي الاهلي ايه. دكتوره هاله، بنرحب بك. اهلا وسهلا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. لازم نبدا ونقول ان قطاع الناشئات قطاع مهم عشان هو القطاع او الاساسي ان هو يطلع لي فرق الدرجه الاولى في النادي الاهلي. قطاع الناشئات اخباره في النادي الاهلي كويس جدا الحمد لله تمام. ماشي بخطه ثابته الحمد لله. وان شاء الله نوعد النادي الاهلي باذن الله السنين اللي جايه بتاعتنا ان شاء الله. طيب بص، احنا لازم نطلع نبارك الاول. فضل. حاجه مهمه جدا. أكيد. هنبارك طبعا. أكيد طبعا لازم نطلع نبارك، نطلع على تونس على طول ونبارك لكابتن اشرف عبد الفتاح ونبارك طاوله سيدات بالفوز النهارده 3-0 في فاينل البطوله العربيه واحراز المركز الاول على حساب نادي الزمالك. كابتن اشرف عبد الفتاح مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد حبيبي، الف الف مليون مبروك وصول الرجال للنهائي وفوز سيدات الاهلي بالبطوله العربيه، تقول ايه؟ الله يبارك فيك يا كابتن، والله الحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا 9-0 مش 3-0 يعني ما شاء الله. ماتشات كل ماتش 3-0 3-0 3-0. الحمد لله، عقبال الرجال بكره ان شاء الله. دي يعني حاجه مهمه جدا، احنا كنا نكسب البطوله العربيه في ظل انديه كبيره موجوده في البطوله العربيه والفوز على نادي الزمالك في المباراه النهائيه بنتيجه 3-0. البطولة دي كانت من أكثر البطولات المشاركة في عدد الفرق، وكانت قوية وكان فرق كتير جايبة لعيب محترف معاها أو لعيبة محترفة معاها وهي جاية، والمنافسة كانت قوية والحمد لله. احنا برضو نجحنا إن احنا نجيب لعيبة صينية والحمد لله ربنا أكرمنا وكسبنا الحمد لله. كابتن اشرف قول لنا النهارده المباريات كانت ماشيه ازاي؟ الثلاث مباريات اللي كانوا عندنا كانوا ماشيين ازاي؟ نهال مشرف ودينا مشرف سوري واميره يسري والمحترفه الصينيه. الماتش الاول دينا مشرف كسبت فرح عبد العزيز 3-0 وكان الماتش اتجاه واحد الحمد لله. وبعد كده الصينيه كان اول ماتش قوي تلعبه في البطوله. لان احنا انت عارف في قرعه وبتجنب النمره واحد في الفرقه بالظبط بتجنبه وحاجات كده. كسبت ريما 3-0 كويس. وبعد كده يسرى اشرف كسبت بنت اسمها سمر تقريبا من الزمالك كسبت 3-0 الحمد لله. فالخير. وبكره عندنا الفاينل الرجال مع نادي قطر القطري، وانا عارف ان هو برضه مدعمين بمحترفين. قول لنا كابتن اشرف استعداد للمباراه النهائيه بكره لفريق الرجال ايه؟ الفريق قطر القطري جايب محترف من ال 15 الاوائل على العالم، بس ان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله وهنلعب مباراه قويه ونكسب ان شاء الله بكره يا رب. يعني ايه اخر كلام مع اللاعبين النهارده بعد المباراه سيمي فاينال ووصولهم للدور النهائي؟ قلت لهم ايه يا كابتن اشرف بعد المباراه عشان مباراه بكره؟ طبعا بعد ما خلصنا الماتش قعدنا معاهم وفعلناهم ان البطوله لسه ما خلصتش، مش معنى ان احنا كسبنا فريق البحرين، البحريني برضه فريق قوي جدا، ان احنا كسبناهم ان البطوله خلصت، لا لسه البطوله ان شاء الله بكره هتنتهي باخر بونت في الماتش. احنا عاملين حساب ان الماتش ده كويس قوي وربنا يكرمنا في ده ان شاء الله.
كابتن اشرف الف الف مليون مبروك، ودايما انجازات ودايما انتصارات، وهنكون معاك هنتابعك بكره باذن الله، وان شاء الله نبارك لك على المباراه النهائيه بكره باذن الله مع نادي قطر القطري. كابتن اشرف شكرا جزيلا ليك. انجاز بيضاف للنادي الاهلي وعلى حساب نادي الزمالك، ومباراه مهمه جدا النهارده، وعندهم مباراه نهائيه، وتونس بتشهد اجواء معانا كثيره، يعني التنس طاوله ومباراه كره قدم وهكذا. تقول ايه يا دكتوره هبه؟ ان شاء الله ربنا هيتوجهم بكره بالرجال، ودي هيبقى الفال الخير الثاني ليهم بعد السيدات يا رب. ويوم الجمعه بقى ان شاء الله نختمها بالبطوله التاسعه لينا اللي كلنا مستنيينها بفارغ الصبر. هتشجع فينا دكتوره الماتش ده؟ في اهلي. انا الماتش الاولاني شفته بعد نهايه كاس خدته الحمد لله يوميها، طلعت على اهلي مدينه نصر في نفس اليوم اتفرجت على الماتش. خلاص يعني اللي جاي في اهلي مدينه نصر. طب هنتكلم بقى عكوس، يبقى نتكلم عكوس عشان نروح. طيب عندنا ثلاث فرق مهمين جدا بالنسبه لك، 2007 2008 2009. ايوه عندنا فرقتين ما شاء الله عليهم، 2007 كسبانه اول صيفيه واول نخبه، 2008 هنتكلم عليها لوحديها، و2009 ثاني صيفيه واول نخبه. اربع بطولات ما شاء الله، ثلاث مراكز اولى. بص هقول لحضرتك على حاجه، هو السنه دي الحمد لله احنا بنكمل بعض، احنا في النادي الاهلي طول عمرنا اكيد بنكمل بعض، فاحنا جينا نكمل شغل الناس اللي كانوا قبلينا كويس. وقطاع البنات عموما كابتن خالد حضرتك عارف ان احنا الحمد لله متسيدين الكره اليد النسائيه في مصر. هايل. لما طبعا يبقى عندك تسع فرق وتنزل منهم فرقه لظروف تجي البطوله اللي بعديها حضرتك تصلح الامور وتمشي على الخطوات السليمه. اكيد الانديه الثانيه برضو بتشتغل زي ما انت بتشتغل. منتخبات البنات من اول ما ظهرت خلت كل الانديه تهتم بقطاع البنات عكس النادي الاهلي اللي احنا مهتمين طول عمرنا بيه، فابتدوا المستويات تعلى، وعلشان كده ابتدى ممكن ينزل منك بطوله او اتنين من البطولات. تمام. 2009 و2000 دي اول سنه ليها السنه دي. دخلنا الحمد لله الصيفيه، كانت منافسه شرسه جدا مع نادي الشمس ومع نادي سموحه ومع نادي سبورتنج والطيران، والحمد لله قدرنا نوصل للفاينل بالبنات، كانوا اول مره بعد تجميع شهرين بس، ولعبنا الفاينل وخسرنا فرق هدف، والحمد لله رب العالمين خدنا تاني. طب هوقفك في حاجه بس واقول لك، هو احنا بنعد الفرق دي ازاي؟ يعني 2009 السنه دي بيلعبوا مرحله صيفيه، بنمررهم قد ايه قبل ما يخشوا المرحله الصيفيه دي؟ هم المفروض احنا بنختارهم من اكاديميات النادي الاهلي كويس. اخر سنه قبل البطوله على طول بتبقى فصل تجهيزي يسمى كويس. تجهيزي ندي له مدرب فعلا بخلاف معلم الاكاديميه بيبقى مسؤول عنه، ويطلعه للجهاز للقطاع، نبتدي نشتغل بيه من شهر 6 من اول الموسم ونلعب اول بطوله في شهر 9 ان شاء الله. يعني نقعد سنه كامله نحضر الفريق ده. أيوه. في اطار مختلف عن موضوع الاكاديميه. اكاديميه. ايوه. وبتدي يطلع الفرقه دي كسبت تاني نخبه، عفوا تاني صيفيه. صيفيه واول نخبه. النخبه كانت بعد شهر ونص. ايه اللي جد جديد؟ بص حضرتك شهر ونص احنا الولاد كانوا اول مره يلعبوا، لان النادي الاهلي النادي الوحيد من الانديه كتير ما عندوش الف وب، فالناس كلها بتعمل الف وب فبتلعب قبلينا بسنه. كويس. فدي بتبقى بالنسبه لنا شويه خطوه صعبه ان احنا ندخل في وسطيهم، لكن الحمد لله لما ندخل في وسطيهم وننافس لغايه اخر ثانيه ونخسر فرق جون فبقينا كده ماشيين على التراك الصح. قعدنا شهر ونص بين البطوله الصيفيه والنخبه، اشتغلنا على الاخطاء اللي كانت هناك، حتى الناس كلها فوجئت بينا في النخبه ان احنا كنا في الصيفيه ماشيين جون بجون مع الناس. كويس. الحمد لله رب العالمين النخبه ثلاث مباريات بتوعنا، ابتدينا بالطيران كسبنا 11-3 ما شاء الله، ابتدينا بعد الطيران لعبنا لا الشمس كان اخر واحد لعبنا سموحه. طبعا كان طبعا سموحه هناك كان في اسكندريه برضو بيبقى لها فيها اجواء مختلفه سموحه اجواء مختلفه. كسبنا برضو فرق كبير جدا. الشمس كان اخر ماتش في الفاينل ده اللي انت كنت خسرتيه في الاولاني اللي انا خسرته في الاولاني. احنا كنا متسايدين، وصلنا دبل سكور كابتن خالد ما شاء الله 14-7 في الشوط الثالث، وقربت النتيجه لغايه لما خلص الماتش فرق اربع اهداف لينا، الحمد لله ما تعادلوش معانا خالص. ما شاء الله، يبقى دي اول فرقه وده الامل الجديد للنادي الاهلي ان شاء الله. هنخش هنعدي 2008 برده تاني. هعدي 2008 هعدي 2008 هنتكلم عليها لازم، لكن هنتكلم على 2007 ما شاء الله بطولتين، اعتقد كان نتائجهم في السنين السابقه برده نفس الكلام. 2007 الحمد لله كان هم لعبوا بقالهم اكتر من سنه وكانوا اول متسيدين العمليه، بس كانت يمكن السنه اللي فاتت كانت صعبه شويه، بنطلع بفرق جون او اتنين، الحمد لله السنه دي مع تغيير نظام اللعب في الاتحاد
الاتحاد بطريقه البحر المتوسط بالنقط، فده كان مختلف شويه على البنات والمدرب، لكن الحمد لله ربنا كرمنا كسبنا في الصيفيه، خدنا اول ولعبنا النخبه يوم الجمعه اللي فاتت، وكان وشها حلو ان احنا كسبنا بالليل ماتش الترجي. ما عندناش نخبه تاني يوم الجمعه؟ والله بس احنا للاسف ما فيهاش بنات. ما فيهاش بنات. طيب قولي لي يا دكتوره هلا، هنتكلم على 2008. اتفضل. بس هتكلم على فرقه عشان بس الناس تبقى عارفه كل حاجه. 2008 دخلوا بطوله وطلعوا فيها سابع. ايوه. كويس؟ اكيد النادي الاهلي مش بيطمح في القصه دي اللي هو يعني ياخد مركز سابع ثامن، مفيش. يا اول ماكسيموم مفيش. معندناش. ازاي يوصلوا سابع وازاي نعمل ايه معاهم في المرحله الجايه؟ هو اقول لحضرتك، هو وصل سابع. احنا البطوله في الاتحاد كل ما البطوله عددها تكبر من العدد الفرق يكتر، فتبتدي النظام يبقى مختلف. يعني كويس. الاعداد الفرديه دايما بتبقى فرقها قليله، لكن الاعداد الزوجيه فرق المواليد الزوجيه بتبقى عددها كبيره جدا، لان هو ده سن المنتخبات. هو ده سن المنتخبات في عالميا يعني. فلما بتكتر القاعده فيبتدي حضرتك النظام يختلف. بدل ما ياخد اول وتاني اخد اول بس. طبعا الفرصه بتبقى هي فرصه واحده. يعني لو حضرتك خسرت جون تلعب، احنا طلعنا سابع واحنا تعادلنا ماتش واحد في البطوله بس، ما خسرناش، ما خسرتيش، تعادلنا ماتش واحد في البطوله كلها. ثلاثي اهداف، طلعنا اهداف مع اللي طلع مكاننا يلعب من 1-6، واحنا لعبنا من 7-12 وكسبنا كل ماتشاتنا في السبعه، كسبناها مستريح جدا وطلعنا السابع. بتطمنين على الفرقه دي؟ ان شاء الله ما شاء الله. عندناش مشكله فيها؟ لا باذن الله ما عندناش مشكله ان شاء الله. واحنا كنا رايحين وكان عندنا من افضل اللاعبات عندنا، كانت اتكسرت قبليها باسبوعين، واحنا خلاص على وشك ان احنا رايحين وفي النهائي، لكن قدر الله ما شاء فعل. فطبعا كانت مؤثره بالنسبه لنا جدا. والبنات في السن الصغير ده بيتاثروا ببعض طبعا، مهما حضرتك تقول لهم نفسيا هيبقوا متاثرين. لكن اوعد ان شاء الله باذن الله في البطوله الشتويه اللي جايه دي احنا على منصه التتويج، ان لم يكن الاول فالاول يا رب ان شاء الله. نتمنى ده. لكن احنا كده خلصنا تقريبا القطاع او اول ثلاث فرق في النادي الاهلي الميني. ولكن قولي لي، الاتحاد السنه دي عامل بطوله نخبه. ايوه. كان قبل كده عندك صيفيه وشتويه، رايك كيف بصراحه؟ هل اضافت؟ هل ليكي اي تعليق عليها ولا ايه بالظبط؟ بص حضرتك، هي اضافت لان الولاد ابتدوا يشتغلوا طول السنه. انا كان عندي بيشتغل 3 ايام في الصيف وثلاث ايام في الشتاء. احنا يمكن حظنا كويس ان احنا بنشتغل في منطقه القاهره، فعندنا دوري. في ناس تانية ما عندهاش دوري في المنطقة بتاعتها، وبالتالي هي بتلعب ثلاث أيام في الصيف وثلاث أيام في الشتاء وخلاص على كده. فبرضو إن إحنا نزود الفرصة إن المدرب يفضل شغال على طول، والمدرب برضو يعرف إن أنت لو طلعت من الأول للسادس في الفرق الزوجية أو من الأول للرابع في الفرق الفردية هتلعب ليك فرصة تانية. يعني أنا في اسكندرية لو ما كانش بطولة النخبة فكنت هنتظر طلعت تاني 2009، كنت هنتظر للشتوية عشان أحقق أول. لكن ربنا كرمني اشتغلت على نفسي، بعد شهر ونص الفرقة خدت أول، ده حافز ليهم برضه. من وجهة نظرك الماتشات دي اللعيبة بصفة عامة في قطاع كرة اليد في مصر تقدر تعمل لعيبة زيادة، تقدر تحفز اللعيبة في المراحل دي؟ أيوة يا كابتن طبعا طبعا أكيد أكيد طبعا. في السن الصغير دلوقتي احنا ابتدينا ماشيين بخطوات كويسة جدا، والاتحاد فتح القاعدة شوية ومنوسع ودي حاجة كويسة. طب أكلمك بصراحة على حاجة مهمة قوي. اتفضل. دلوقتي اللعيبة دي لعيبة صغيرة. أيوة. الضغط العصبي بلاقي، أنا بتفرج على الماتشات دي بلاقي ضغط عصبي من مدربين بصفة عامة. عايز اعرف حضرتك بتتعاملي ازاي مع مدربين النادي على بناتنا بالذات؟ ما تزعقش، ما تعملش، يعني ايه اللي بيحصل؟ لكن انا بشوف بطولات مجمعه بحس ان في ضغط عصبي على بنت عندها 8 سنين و7 سنين، بتتعاملي ازاي يا دكتور هدف في الموضوع ده؟ والله هو كل ما حضرتك تجيب حد للسن الصغير قريب شويه منهم بيبتدي يحتويهم. الولد او البنت في المرحله دي لو حب المدرس حب المدرب فبيديله كويس وبيقتنع بيه. تمام. المجموعة اللي احنا اخترناها انا وكابتن ياسر في الاول لما قعدنا واخترنا المجموعة، اخترنا الولاد اللي محققين قبل كده بطولات في المراحل الصغيرة، وفي نفس الوقت بيعرف يتعامل مع السن الصغير. يعني بيعرف امتى يشد عليه وامتى يتكلم معاه، لان السن الصغير مش بس ان احنا بنطبطب عليه. حضرتك ابنك بتطبطب عليه يوم وبتشد عليه يوم. مظبوط. فلما بتعلمه في المدرسه نفس القصه، برضه في النادي نفس القصه. فبيتعاملوا معاهم بليونه شويه، مش في كل الاوقات. فالولد لما او البنت في المرحله الصغيره لما بيبتدي يحس ان هو بيتقدم بيمشي وراك وهو مغمض. ما بيبقاش خايف، ما بيبقاش قلقان،
هو الضغط العصبي بيبقى يعني للاسف بيبقى علينا احنا لان نادي زي بحجم النادي الاهلي ومدرب في النادي الاهلي وخاصه اذا كان اول مره يدخل النادي الاهلي عايز يكسب عايز يجيب بطوله النادي الاهلي اول بس انا معاكي ولسه الاسئله كتير خلي بالك انا لسه اسئله هتفاجئ بس شويه اسئله كتير بس هنخرج تقرير عن فريق كره السله سيدات بالنادي الاهلي وتشوف اخر اخباره واستعداداتهم ايه عن بطوله الدوري تقرير وترجعوا لنا مره تانية. البطولة العربية طبعا الحمد لله استفدنا كتير احنا النادي الاهلي غايب بقاله 22 سنة عن البطولات العربية والافريقية ما اشتركناش خالص فان احنا نرجع بعد 22 سنة دي حاجة كويسة ده اول نقطة الحاجة التانية البنات كانت محتاجة نخرج من البطولات المحلية والماتشات المحلية للمباريات الدولية بلس ان مستوى الاجانب اللي كانوا في البطولة مستوى عالي يعني مستوى أجانب عالي جدا على البطولة العربية ما كناش متوقعينه فبالاحتكاك والمباريات اللي لعبناها أكيد استفدنا خبرات كبيرة جدا سواء البنات الصغيرة أو كتيم احنا كتيم ككل يعني الحمد لله وعرفنا احنا وضعنا فين بالنسبة للفرق العربية المنافسة لنا سواء من لبنان أو تونس أو الجزائر أو المغرب أو الأردن فعرفنا احنا فين الحمد لله بعد غياب 22 سنه بناخد تاني العرب او فضيه العرب ده مش طموحنا بصراحه وكنا نتمنى ان احنا نحصل على البطوله لكن ان شاء الله البطولات اللي جايه هيكون الاستعداد مختلف تماما ومن بدري والتحضير لان خلاص احنا عرفنا معظم الفرق لان كل الفرق اللي جت هي ابطال الدول بتاعتها فدي اول بطوله عربيه يجي ابطال الدول ممكن كان يجي الثاني ممكن يجي الثالث ممكن الاتحاد العربي يعمل دعوه لدوله معينه عشان عدد الفرق قليل لكن المره دي الثمان فرق بالنادي الاولمبي المستضيف البطوله السبع فرق هم ابطال دولهم فما فيش فرق ثانيه ما حضرتش منافسه فان شاء الله السنين البطولات اللي جايه باذن الله النادي الاهلي يعني ان شاء الله يكون الاستعداد مختلف والله احنا الحمد لله من اول ما بدانا الموسم كنا حاطين تارجت ان احنا مفيش بطوله هتروح مننا واشتغلنا على ده كويس جدا جدا ما كناش بناخد راحات كتير زي اي فرقه كنا بنعمل كل حاجه عسكرنا قبل البطوله بفتره كبيره مع ان مفيش اي فرقه عملت كده زينا بس يعني الحمد لله ربنا ما كرمناش باول بس احنا عملنا اللي علينا وعملنا كل حاجه قدرنا عليها بجد وكنا تعبانين اكيد في الاخر عشان كده ربنا ما وفقناش اخر ماتش بس ان شاء الله نوعد كل الناس ان البطولات الجايه كلها بتاعت نادي الاهلي ان شاء الله انا بحس ان الاهلي احنا يعني الحمد لله ما فيش فرق بتنافسنا لان احنا بنتعب قوي عن اي فرقه تانية فان شاء الله احنا بنستعد دايما احنا بعد اي بطوله احنا خلصنا بطوله عربيه من يومين ونزلنا تمرين ثالث يوم خدنا يومين بس اجازه فده كابتن ايهاب عايز يورينا ان احنا لا احنا نشتغل من اول وجديد ننسى اللي حصل ده خالص ونلتزم الاول عشان ناخد كل البطولات ان شاء الله الجايه اول حاجه بعتذر لهم اللي احنا ما خدناش الاول في البطوله العربيه بس احنا فعلا عملنا كل حاجه نقدر عليها ودعمهم لينا كان باين جدا من اول يوم في البطوله لاخر يوم في البطوله طبعا احنا بنشكرهم ونعتذر لهم وبنوعدهم كل البطولات اللي جايه بتاعتنا ان شاء الله وما يزعلوش مننا ويقدروا يدعمونا ويشجعونا اول حاجه احنا لسه راجعين يوم الخميس اخدنا يومين اجازه وبدانا نستعد تاني للدوري المرتبط هو هيبدا يوم 16 ان شاء الله واحنا هدفنا البطوله احنا ابطال المرتبط السنه اللي فاتت فالسنه دي برده ان شاء الله هدفنا البطوله فدلوقتي نعمل فتره اعداد جديده طبعا مع كابتن ايهاب وكابتن جاد شغالين بالراحه الاول خفيف يعني عشان احنا لسه راجعين من بطوله وبعد كده هنبدا نلعب الحمل واحده لحد ما نوصل للفورمه تاني ان شاء الله وبنوع الجماهير كل الجماهير ان شاء الله ببطوله المرتبط بعد كده هنخلص بطوله المرتبط ان شاء الله هنريح برضو شويه وبعد كده نرجع نستعد لكاس مصر وبعد كده الدوري وان شاء الله هناخد الاربع بطولات زي السنه اللي فاتت طبعا كلنا متضايقين ان احنا خدنا مركز تاني زي ما انت عارف النادي الاهلي ما فيهوش مركز تاني مركز اول بس انت لو خدت مركز تاني زيك زي بقيه الفرق زيه زي الاخير فطبعا كلنا اتضايقنا وكده بس قلنا ان ده يبقى استعداد قوي ان احنا ازاي نبدا السيزون قوي ونرجع ناخد نفس الحاجات اللي خدناها السنه اللي فاتت الحمد لله يعني خلاص خلصت تاهيل وتبقى طول ما هم كانوا في فتره البطوله العربيه والحمد لله نزلت التمرين معاهم عشان استعد لبطوله المرتبط والحمد لله احسن يعني شايفه والله ان احنا داخلين يعني طموحات عاليه وان احنا يعني اكيد طبعا حلمنا ان احنا ناخد رباعيه زي السنه اللي فاتت
وان شاء الله نحققها يعني، واحنا بنتعب عشان الموضوع ده وبنشتغل كتير. احنا كسبنا بطوله المنطقه والحمد لله، هي كانت بطوله برده مش سهله ومش صعبه، الحمد لله اخذنا مركز اول، وكانت البطوله العربيه اكسبيرينس حلوه بالنسبه للفرقه يعني، اخذنا خبره حلوه قوي، قابلنا فرق جامده وكلهم كانوا كويسين وكانت منافسه حلوه، وبنستعد بقى للدوري وللبطوله المرتبط، وبدانا ان شاء الله يعني خلاص تمارين دلوقتي وان شاء الله نكسب يعني. بعد ما شفنا استعداد فريق الباسكت لبطوله الدوري العام وبطوله المرتبط وكاس مصر وكل البطولات اللي قادمه باذن الله ان شاء الله باذن الله تكون اهلاويه، فريق الباسكت عمل اللي عليه في البطوله العربيه، كان بقى لهم 26 سنه ما لعبناش بطوله عربيه، حصل ميكس كويس وصلنا للفاينل. انا عارف كل جماهير النادي الاهلي مش بترضى غير بالمركز الاول، لكن لازم نقول ان البنات او فريق السله سيدات عملوا اللي عليهم، لعبوا بروح، وصلوا للمباراه النهائيه، كان فرقه اقوى مننا، كان عندهم محترفين كتير جدا في فرقه هومنتوم اللبناني، بنشكرهم شكرا جزيلا، وان شاء الله في المرحله اللي جايه يكونوا احسن، وان شاء الله نبارك لهم ان شاء الله باذن الله على بطولات عربيه اخرى باذن الله. دكتوره هاله، وقفنا عند الضغط العصبي. ايوه. طب الضغط العصبي للاعبات، وعرفنا ان المدرب بيضغط على اللاعبين. وقلتي لي ولسه بتتكلمي وتيجي هنخرج لتقرير، قلت لي في ضغط بيحصل علينا احنا. نتكلم بصراحه. ضغط اولياء الامور. بصي لازم نقول ان هي اولياء الامر هو المنظومه. زمان انا وانت واحنا بنلعب ما كانش ده موجود. صح. لكن دلوقتي لازم هنتعامل مع الواقع. ليه الضغط بيحصل ازاي؟ بص حضرتك، هو اولياء الامور اول السنه كابتن ياسر صلاح المدير الفني قعدنا مع اكتر من فرقه اللي هم متعودين اولياء امور هيكلموا، في فرق ما بيكلموش خالص. طبعا كل ما بيكبر السن بيبقى الكلام اقل، كل ما بيصغر حضرتك السن بيبقى، لان ولي الامر جاي الطفل ما بيتكلمش، لكن هو بابا او مامته اللي بيتكلم. مظبوط. هو المشكله ان احنا العدد بنسجل كابتن خالد 30 زي ما حضرتك عارف كويس، ف 30 وانت بتلعب حضرتك 8 8 8 يبقى كده 24 24 دقيقه في ست 24 دقيقه 24 دقيقه كويس بتلعبهم. لو حضرتك لعبت كل ولد او كل بنت دقيقه هيبقى عندك 6 ما لعبوش برضو. ف وليه الامر لا، السته دي غير دي، انت عايز تكسب، انت مطالب في النادي الاهلي انك تكسب. مظبوط. فعلشان تكسب يبقى انا نمره واحد بحط اللي انا بلعب بيهم دول اللي هيكسبوني. كويس. ممكن يكون السته اللي انا مطلعاهم بره السكور يكونوا اقل من اللي جوه السكور. لا، مفيش ولي امر بيتقبل ده. علشان تقعد بقى تكلمه، بس برضو مش عايزين نبخس حق الناس، في ناس بتتقبل ده وتقول لك لا انا شايف ان بنتي لسه بدري عليها، بنتي جت متاخر، بنتي كذا، لكن في اولياء امور بقى لا وازاي ومش ازاي، وابتدى صوت ولي الامر يعلى يا كابتن، ودي نغمه هدك شويه عليكي او زي او هدك على جدا جدا. لكن خلينا نقول برضو تاني، هو لك صراحه ان ولي الامر بقى جوه المنظومه، يعني فعلا بقى حاجه اساسيه، لان هو اللي بيجيب الولد او بيجيب البنت يوصلها الملعب، لكن لازم نقول لهم يعني اكيد بنشكرهم، اكيد اكيد ان برضو بيتعبوا معانا. اه طبعا. لكن كل واحد عايز بنته احسن واحده، هو كل واحد شايف ان بنته افضل واحده. لكن هو لو يتعاون معانا نقول لهم، انا دايما اقول لهم اول ما تنزل بنت السلم سيبوا البنات معانا، احنا بنتعامل معاهم، احنا بندي بنطلع منهم افضل حاجه وبنشتغل على الناس كلها. حضرتك كولي امر مطلوب من المدرب ان البنت تتمرن، بتيجي الساعتين بتوعها بتتمرن زيها زي اي حد، ال 30 بيتمرنوا زي بعض. لكن اللعب اكيد يا كابتن في فروق فرديه في اللعب. مزبوط. هم ما بيقتنعوش بقى بالفروق الفرديه دي، على بال ما بيقتنعوا بتاخد وقت، بس الحمد لله احنا دلوقتي وصلنا ان هم ابتدوا يقتنعوا لما لقوا ان احنا ابتدينا شغالين في التراك الصح وبنكسب وخدوا كاس وميداليات، ابتدوا شويه الاعداد تقل من الملاحظات. لكن في الاول والاخر طبعا ولي الامر ده مشكور، لان هو اللي بيتعب وهو اللي بيبقى صاحي من الصبح ويروح شغله ويرجع. صح. يجيب ولاده ويروح ويرجع بيهم. لا طبعا ولي الامر ده ضلع اساسي عندنا. طب لو كلمناهم كلمه صريحه تقول لهم ايه يعني بصفه عامه، مش لازم بنات الهاندبول يعني، بصفه عامه تقولي لاولياء الامور ايه عشان ابنه يطلع بطل، يسيبه في الملعب ازاي، يتعامل ازاي، ايه الوضع؟ يثق في الاداره اللي خدت ابنه او بنته، لو وثق فيها وحس ان هو في ايدين امينه صدقني مش هي يعني زي ما بيوديه المدرسه. هو ليه بيودي بينقي حضرتك بتنقي ولادك افضل مدرسه وبتسيبهم في المدرسه، ما بتروحش تختار المستر ده، لا المس دي، لا انا الكلاس ده، لا الولد ده يقعد جنبه، لا طب قعد ليه خمس دقايق، لا لسه قال ده وما سالش ده. انت واثق في المدرسه فوديته. ثق فينا، ثق في الاداره الموجوده، ثق في المدرب اللي موجود، وشوف النتيجه في الاخر
وابنك بيستفيد ما بيستفيدش، كل شويه بيطلع درجه او ما بيطلعش. طالما ابنك بيطلع يبقى احنا ماشيين على التراك صح. من وجهه نظرك ان احنا بنفرغ صح للدرجه الاولى؟ والله بنات سادات طبعا الحمد لله ما شاء الله. على مدار التاريخ برضو لازم نقول كل الاجيال قبل حضرتك كانوا برضو اشتغلوا شغل كويس وشغل محترم كويس جدا وطلع بيهم لغايه درجه. هنتكلم على المراحل اللي بعد 2007 2008 2009، هنتكلم ما بعدها. نروح بقى 2006 ناشئات نتكلم على المرحله دي بالذات. عندنا 2006 بعديها 2005 2004 2002 2000 اللي هو المرتبط درجه اولى سيدات. 2000 مرتبط تبع حضرتك ولا مع كابتن ياسر صلاح؟ هو كابتن ياسر معاه كل حاجه. كابتن ياسر المدير الفني بتاعنا، احنا ماشيين بتناسق احنا اتنين مع بعض في اتجاه واحد، فما فيش حد معاه حاجه. هو عشان هو مدرب الدرجه الاولى فهو معاه الدرجه الاولى، لكن احنا كل المراحل معانا احنا اتنين. لا اصل انا لازم اسالك السؤال التاني، ازاي بتوفقي وقتك شخصيا بين 7 فرق؟ يعني ازاي؟ يعني لو فرقه مرن ساعتين 14 ساعه هتجري بالملاعب ازاي؟ فهميني. والله يا كابتن هي فعلا 7 فرق كتير جدا، العمليه شقه شويه. الاول كان القطاع الناشئات كان لغايه الميني شويه بعيد، بعد كده بقى لهم كام سنه 3 4 سنين دخلوا الميني مع الناشئات، بقى عدد كبير طبعا. هيدا كبير جدا على المدير قطاع الناشئات، لكن بصراحه كابتن ياسر مش سايبني، يعني احنا متواصلين يوميا مع بعض على التليفون، لو في اي حاجه في اي مشكله، اخبار الفرقه النهارده ايه، الفرقه دي المدرب ده عملنا ايه. كابتن ياسر لقاء اسبوعي مع بعض في مدينه نصر، بنقعد مع المدربين بنتكلم لو في اي حاجه. برضو المدربين بصراحه عايزه اشكرهم جدا، كل المدربين اللي معانا شايلين شايلين شايلين، فانت في حته وفي حد تاني موجود في حته تانيه بيساعد زميله لو الماتش اقل شويه من الماتش ده. لا يعني هي مسؤوليه صعبه، لكن ربنا يعيننا ان شاء الله. ربنا يعينكم ان شاء الله ونتمنى الخير ليكم ان شاء الله. وجه التعاون بينكم ان كابتن ياسر اعتقد انتوا يعني بتقولي دايما لقاءات اسبوعيه. ايوه. بداتوا السيزون كان ليكم تارجت معين او اهداف معينه، قولي لي ايه الاهداف اللي اتحققت وايه الاهداف اللي لسه ما حققناهاش لغايه دلوقتي؟ والله الحمد لله احنا اول اهدافنا كانت الميني. كانت اول حاجه بالنسبه لنا كان بطوله الميني، لان دي كانت اول بطوله في شهر 9. فكنا قاعدين وكان التارجت بتاعنا 3 كؤوس، لكن ربنا ما اكرمناش فخدنا 2 وواحد اللي هي 2008. اول ما رجعنا قعدنا مع بعض حطينا برضو الخريطه اللي هنشتغل بيها على النخبه 2009 ونخبه 2007، وبيتخللها القطاع الميني بيشتغل منطقه برضو. فقعدنا وعملنا الخريطه مع بعضينا كل اسبوع، حتى لو هو عنده درجه اولى مرتبط بحاجه، لانه كان مرتبط بالبطوله العربيه قبل ما تتلغي فكان مشغول فيها جدا، فعلى طول بالتليفونات مع بعض. ومعنا طبعا كابتن عاطف طه المدير الاداري، همزه تواصل معانا بين هنا وبين هنا وشغالين على طول مع بعض. الناحيه الاداريه ناحيه مهمه. طبعا معاكي حد شريك كفاح معاكي طبعا، بس مطلعه عنك. لا ابدا، ده هي شايله عني كتير والله. هي النهارده هي في مكاني في مدينه نصر. طيب انا قلت شامين. كابتن سحر محمود. تمام. اختي وحبيبتي. تمام. في خلاف بيحصل بس الدنيا مستمره. طبعا. بص يا كابتن، هو الشغل طول ما حضرتك شغال اكيد هيحصل خلافات، لكن خلافات شغل، اول ما بنطلع من سلم الملعب الموضوع منتهي. هي لعبت معاكي في ملعب واحد؟ لا، سحر اصغر. اصغر كتير. اصغر مش قوي يعني. مش قوي صح، ما ينفعش الكبار. لا اصغر كتير. تمام. طيب قولي لي، هنخرج شويه من النادي الاهلي، مطمئنين على النادي الاهلي معاكي ان شاء الله ومع كابتن ياسر، وربنا يكرمكم باذن الله وتحققوا بطولات وانجازات اخرى، ونتمنى في المرحله الجايه يكون في بطولات عربيه وافريقيه باذن الله ان شاء الله. للمستوى اللي حصل السنه اللي فاتت برضه في النادي الاهلي في البطوله الافريقيه كان مستوى جيد ان شاء الله، ده تكملوه باذن الله ان شاء الله. هنخرج لمنتخبات السيدات في مصر، بنكسب صغيرين ما بنلعبش كبار. الناس بتقول لو البنات دي لعبت توصل، احنا كويسين صغيرين مش كويسين في الكبار، في حاجات كلام كتير بيدار في الحته دي، تقولي يعني؟ بص حضرتك، احنا من فتره طويله جدا واحنا عندنا قطاع السيدات كان مهمل. كويس. الفتره اللي فاتت اللي هي كانت مجلس اداره الاتحاد السابق دكتور خالد حموده مشكور رجع منتخبين مره واحده. اول ما ابتدى المنتخبين قال هنشتغل عليهم وننطلق، ابتدينا نعمل بس كانت في فتره الثوره ومش واللي بعد الثوره دي على طول، فكانت الموارد قليله قوي يا كابتن خالد. وبالتالي انت لما تيجي حضرتك تلاقي عندك منتخب كبير ولاد ورايح كاس عالم ومحتاج ان هو يبقى اعداده، فتره اعداده بتتكلف كتير، طبيعي بتاخد من الاصغر.
هتاخد من الاصغر، طب ما الاصغر ده طالع معاه، طب هاخد منها، هتروح رايحه على الجنب اللي فيه سيدات، فبتبتدي السيدات يبقى كم مهمل شويه. حققوا وطلعوا وراحوا كاس عالم، وطلعوا تاسع في كاس العالم في 98 وحققوا انجاز كويس جدا، خدوا بطوله افريقيا 96، خد ثالث افريقيا. لما ابتدينا الولاد يكبروا او البنات تكبر، احنا في مصر عندنا مشكله مش بتاعه زمان، لا البنت وهتقعد وتتجوز، لا 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 خالص يا كابتن. زمان لو اهتم كان زمان كان كده، دلوقتي لا، دلوقتي لا، دلوقتي لو اهتميت بالبنت واديت لها نفس الاهتمام بتاع الولد في كل حاجه بقى يا كابتن، يعني حضرتك ادي نفس الجرعات التدريبيه، ادي نفس الاهتمام بالمدربين اللي انت خدتهم، نفس الامكانيات، مش هقول نفس امكانيات الولاد بس امكانيات معقوله، طلع سفر ولاد ليك محترفين بره، اعمل لهم دورات وخليهم يشتركوا. احنا اللعيب المصري ملوش مثيل، بدليل النهارده لما حضرتك طلع من عندك علي زين وطلع ممدوح هاشم وطلع سند بره وطلع احمد الاحمر بيعملوا بيقطعوا الدنيا بره عشان امكانيات بس يا كابتن، احنا ينقصنا امكانيات. ينقص الامكانيات طبعا. انا عارف ان انت حامل لواء الثوره للبنات اكيد، ودايما بتتكلمي في ظهرهم على طول. اه طبعا. عندك اتنين محترفات بره مصر، رحاب جمعه وعندك كابتن مروه عيد. مروه عيد واعتقد تجربه ناجحه جدا، لو طلعنا بنات تانية تجربة تانية هتقابل نفس المقابلة اللي هي النجاح ولا ايه رايك؟ هقول لحضرتك على حاجة، هو انت عندك بنات فعلا في المستوى، لو طلعوا هيطلعوا ويحققوا. مروة عيد طبعا دلوقتي بقت هي ورحاب في حتة، لكن انا بتكلم ان الجيل اللي طالع شخصية مختلفة، تعليم مختلف، لغة مختلفة، بتسهل لهم حاجات كتير جدا. هي. افتح يا كابتن الخط البنات، بناتنا وبناتنا رجالة هيعملوا حاجات كتير جدا بره. بس اعتقد الاتحاد المصري مش ممانع ان اي حد تطلع. اه طبعا. اه طبعا. اه. لكن لو رجعنا تاني لمنتخب البنات، انت قلتي نسب الدعم او الصرف او الفلوس بمعنى أيوة صح. ايوه. كويس؟ الاتحادات برضو دي اتحادات شوية قليلة، فلوسها قليلة، مواردها قليلة. نسب الدعم بتاعتها لازم تكون نسب مقننة شوية. فيعني لازم يكون التارجت بتاعنا ماتش او ماتشين او بطوله او بطولتين، فهم بيترجتوا البطوله الصغيره دي، ده مع الاتحاد المصري كان الكلام كتير، مش بيترجتوا الكبير. تقول لهم ايه ازاي هنترجت الكبير وازاي الخطه اللي انت طالباها عشان نوصل للمرحله دي؟ انا بطلب بس منهم ان احنا لما حضرتك بتتكلم بتقول ان احنا بنترجت حاجه، ايوه، نحط في الخطه بتاعتنا زي ما احنا حاطين الولاد وعندنا الناشئين وعندنا الشباب وطالعين وماشيين وراهم بكم كبير جدا من الدعم، ناخد جزء من الدعم ده نحطه للبنات. لكن احنا البنات بيبقى دايما اللي بيفضل من الولاد البنت بتاخده، وعلشان كده احنا ما بنطلعش، احنا ما عندناش منتخب درجه اولى، وهنقعد سنتين كمان ما عندناش منتخب درجه اولى، لكن احنا عندنا منتخب دلوقتي طالع قوي جدا، عناصره في مصر انا معاشراه من وهو صغير 2002 منتخب قوي جدا. لو الدعم كمان ب 2004 يا كابتن، حضرتك طالع بعد 5-6 سنين معاك منتخب مصر درجه اولى هايل، بس اديله المساحات الاحتكاك. برضه هنا يا كابتن خالد مفيش احتكاك. ليه؟ الانديه برضه مش بمستوى الولاد، يعني الولاد عدد الانديه كتير جدا، البنات عدد الانديه قليل قوي، دلوقتي كترت الانديه لما بقى في منتخبات بنات. بدأت تكتر، لان احنا كان عندنا بقى لنا اكتر من 10 سنين هم 7-8 فرق في الدرجه الاولى، السنه دي 14 فرق. ده ما شاء الله ده كتير. كتير جدا. حتى لو مستواهم ما بيجيبش، السنه الجايه هتلاقي حضرتك مستوى ابتدى يطلع وابتدى يزيد، وال14 بقى 15. دكتوره هلا، من وجهه نظرها ان التجربه دي 4 سنين اكيد نقدر نحقق بعديها، نقدر نحقق بعديها. هل ممكن صراحه نشوف منتخب مصر سيدات قدام منتخب انجولا نكسب بطوله افريقيا؟ نكسب يا كابتن، نكسب. بس ما حضرتك كسبت انجولا في الناشئات. انجولا بعد ما بتخلص ناشئات بتروح في اتجاه تاني، احنا بقى عايزين نروح للاتجاه ده. عايز نمشي معاه. عايزين نمشي بقى في نفس الاتجاه، تونس بتخسر وبتروح في اتجاه تاني، يعني مش هما ما بيكسبوش. كسبت بطولة افريقيا. كسبت بطولة افريقيا بس بعد قد ايه؟ حضرتك كسبتها السنتين اللي فاتوا. تمام. كبنات. بعد ما كسبتها وقفت. وترجع تقعد شويه وبعدين تبتدي تستعد للبطوله اللي بعديها. لا هم مش كده، هم بيقفوش، هم بيبتدوا يروحوا، هم خلصوا الحته دي بيروحوا في حته ثانيه حتى لو خسروا. احنا عايزين نعمل ده بقى، نمشي في خط المحترفات، نمشي في ونساعد البنات، نمشي في خط البطولات المحليه، نغير شويه السيستم بتاعها، نمشي في خط البطولات الدوليه. كلمات اخيره، كلمات اخيره، الوقت جري.
انا لسه كان عندي اسئله كتيره معاكي بس كويس الوقت جه. كلمات اخيره تقولي للاتحاد المصري على فرق السيدات. والله انا عشمي في ربنا خيره في الاتحاد ده لانه كله لعيبه واحنا لما وقفنا وراه وقلنا الاتحاد اكيد مستبشرين خير بيه فاللي احنا استبشرناه خير بيه ابتدى يظهر نتائجه كويس جدا في قطاع الولاد. اتمنى من الباشمهندس هشام نصر والست النائب والناس والست النائب وبقيه المجلس الاهتمام شويه بالبنات نديها شويه دعم نقف في ظهرها اختيارات صح نجمع الناس كلها اللي مسؤوله عن البنات ونشوف خبراتهم ناخد خبراتهم حتى لو حد قال كلمه صغيره فهي هتبقى مفيده بالنسبه لنا نقف في ظهر البنات اكيد هيبقى في منتخب مصر سيدات قوي جدا. دكتوره هاله نورتينا وشرفتينا. ميرسي يا كابتن خالد. بجد كان لقاء ممتع وفتحنا كل الحاجه كان عندنا اسئله لكن هنقعد تاني ونتكلم في كل الحوارات تاني ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق المرحله الجايه. ميرسي يا كابتن شكرا. كل مشاهدي قناه النادي الاهلي بنشكركم كان معانا النهارده دكتوره هاله اعتقد فتحنا حته مهمه جدا قطاع ناشئات النادي الاهلي في الهاندبول دائما ابدا بنكون دايما معانا اخبار لازم نختم بخبر سعيد بالنسبه لنا وهو زواج الكابتن محمد عادل لاعب الكره الطايره رجال بالنادي الاهلي على لاعبه مايا ممدوح الف مبروك ليهم نتمنى لهم الخير برفاعه البنين بنشكركم كنتوا معانا النهارده حلقه خلصت نتقابل بكره ان شاء الله شكرا والى اللقاء.